بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أديكم يا باشمهندسين شوية تنبيهات بالنسبة لطلبة مادتي البابليك ووركس 1 والهاي واي. التعليمات دي مهمة جدا، خلي بالك منها كويس وتركز معايا. دلوقتي انت هيجيلك مراية، المراية دي هي اللي انت حضرتك شايفها قدامك دلوقتي، اللي هي فيها ايه؟ اسمك حضرتك هتملاه والاي دي، هتجيلك مع الامتحان ان شاء الله، هتجيلك بالمنظر ده كده تمام. هتترفع لك على الموقع، حضرتك هتسلمها لنا مع الامتحان بتاعك او مع البحث بتاعك. من غير دي انا مش هصحح اللي انت بعته، حتى لو اسمك باين انت مين اللي بعت تمام. ليه بقى؟ لان دي بتروح الكنترول خلاص، فعشان دي توصل للكنترول بتوصل في ميعاد معين، فلازم يبان على الموقع دخلت امتى. شايف الورقه دي اللي هي جزء لا يتجزأ من الامتحان بتاعك، كانك بالظبط كده وانت بتمتحن في مرايه بره، الجزء ده من الورقه موجود تمام. طيب اسمك، الاي دي، الايميل بتاع حضرتك اللي هو عندك، اللي هو انت استلمته، اللي هو الاكونت اللي انت بتخش بيه، البروجرام، الليفل انت في سنه كام، الكورس اسمه ايه، الكورس كود. احنا طبعا بالنسبه للبابليك ووركس سي ام 304، والهاي واي اعتقد ان هو سي ان جي 305 تمام. طيب دي حاجات اللي انت هتملاها، الجزء ده خاص بينا احنا. طيب ادي الجدول اللي انت حضرتك هتلاقيه، الجدول ده انا هقول لك هيمشي ازاي. طبعا الامتحان اللي هيجي لك هيجي لك سؤالين. امال ايه الحاجات دي كلها يا دكتور؟ انا هفهمك، انا بتكلم ده خاص باللي انا هعمله في المادتين بتوعي الهاي واي والبابليك وركس 1. كل دكتور هتلاقيه موزع التوزيع الجدول ده بطريقته تمام. انا هتكلم عن موادي فقط. اولا انت هيجي لك سؤال، السؤال ده عبارة عن مسألة طويلة من خلال الشرح اللي احنا شرحناه مع بعض تمام، في المحاضرات وفي الفيديوهات. هتلاقي ان ده جاي في الجزء ده، في الـ Applied Part of Research Content، خلاص ده جزء التطبيقي للشغل اللي انت عملته تمام. طيب وهتلاقي عليه ده حتى درجات كتيرة شوية خلاص طبعا، بس في جزء تاني بقى اللي هو جزء الايه؟ النظري، اللي هو theoretical part of the research content تمام. طيب انا هديك موضوع بحثي، كل واحد فيكم هيجيله موضوع بحثي غير التاني، ولو تصادف ان في اتنين جالهم نفس الموضوع انصحك ما تنقلش زيه، والا اللي انت نقلت منه مع السلامه وانت كمان مع السلامه خلاص. بس عشان بس تبقى احنا بناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. طيب يبقى الجزء بتاع الابستراكت، ابستراكت ده ملخص الموضوع، الانترودكشن مقدمه الموضوع تمام، وادي الجزء اللي هو الموضوع نفسه اللي هو ثيوريتيكال بارت، هتتكلم بقى جوه الموضوع ده انت قريت فيه ايه او شفت فيه ايه على النت ولخصت الموضوع ده. طب في مصر ممكن نتعامل نطبقه ازاي، واديني امثله وحط لي صور وخلي بالك ان الموضوع بتاع البحث بتاعنا بالمساله على بعضه من 10 ل 20 ورقه، ما حدش يعمل لي ورقتين ولا حد يبعت لي كتاب، هو من 10 الى 20 ورقه بالمساله تمام. هي المساله طويله شويه جاي على كذا موضوع انت خدته تمام مع بعض كده، وبس ده ملهم وما لهمش اي علاقه تمام بالجزء اللي هو النظري اللي هو جاي لك ده. طبعا انا عملت كده عشان حضرتك ما تقعدش تنقل الموضوع ويبقى احنا بنحكي في المحكي، لا انت هو موضوع بحث، بحث يعني انت جاي لك موضوع جديد تمام،
بقول لك دور فيه، شوفه ايه حكايه الموضوع ده، انا عايز اعرف انت ممكن تدور على الحاجه ازاي. والحمد لله السبل ميسره والنت موجود وفي كذا سورس ممكن تجيب منه المعلومه وتفهم. الهدف انك انت تفهم او انت تحسسني انك انت فهمت انا عايز ايه من الموضوع ده. وعلى فكره المواضيع اللي انا بعتها مش سهله، تمام؟ ما هيش سهله، بس طبعا انت قاعد لوحدك في البيت وفي ايام، واكيد يعني مش هنقعد بقى نديك حاجه انت تخلصها لي في ساعه، لا انا مديك حاجه تقعدك شويه، تمام؟ بحيث انك انت وما تقلقش من حاجه. يعني هو طبعا الظروف اللي احنا فيها دي، وانا بقول لك ما تقلقش من حاجه، اعمل بس مجهود وحسسني ان الكلام ده اتعمل فيه مجهود وانك انت فعلا دورت، مش عايز حاجه اكتر بس. طيب ابستراكت دي دي ملخص عام للي انت قريته، تمام؟ بيكون في حدود 300 كلمه، هتلاقي ورقه التعليمات جايه. الانترودكشن دي مقدمه الموضوع. الثيوريتيكال بارت الجزء النظري اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه. الابلايد بارت دي المساله اللي هو على اللي انت درسته، ممكن ما تلاقيش اي علاقه بالاجزاء الثانيه دي، تمام؟ انما هي دي المساله لوحدها كده احنا حطيناها، انا عن نفسي انا حطيت في الجزء بتاع الابلايد بارت. بعد كده عندك الريزلتس والكومنتات، تمام؟ اللي هي الاستنتاجات وتعليقك ايه على الدراسه النظريه دي. الكونكلوجنز النتائج، الريفرنسز انت جبت الكلام دوت منين كمراجع، تمام؟ جبتها من كتاب، جبتها من بحث، جبتها من مقاله اسي، جبتها من ليها كذا مصدر، تمام؟ وفي الاخر هنحط لك الدرجه، تمام؟ وان شاء الله كلكم باذن الله بالتوفيق. انا بيتكلم على مادتين. طيب البحث هيتحط لك في الامتحان. انا هسيب لك فتره 3 ايام من اول، انا ممكن يا يعني اما رفعته الجمعه، هرفعهم الجمعه ان شاء الله، هسيب لك 3 ايام. ليه سايب 3 ايام؟ عشان اللي هيقول لي النت حصل فيه كذا، اصل الدنيا كانت بطيئه، اصل كله دخل في نفس الوقت فكان السيرفر ما بيحملش، المواضيع دي كلها. خلاص، ف بعد اذنك حاول انك انت تتصرف. حجج يعني اللي عايز يتصرف هيتصرف. النت عندك في البيت مش نافع، اتصرف، شوف حته نت في حته ثانيه، هوت سبوت معرفش منين، يعني المهم انك انت تعرف تتصرف. خلاص، يبقى احنا اتكلمنا الابستراكت والانترودكشن والثيوريتيكال على الموضوع اللي انت حضرتك هتكتبه لي هنا، تمام؟ وبعد اذنك ما تحاولش تالف، لان كل طالب دخل على نموذج خلاص هيبان قدامي، تمام؟ ونصيحه برضو، اذا انت مثلا طلع لك النموذج خلاص، النمبر اوف attempts اللي انت كنت تخش تشوف الامتحان دوت هي مره. فنصيحه مني، اول ما يطلع لك نموذج الامتحان خلاص، اولا تخلي بالك لما يطلع لك ان في نيكست تحت، يعني مش الورقه اللي قدامك وخلاص، لا في نيكست، دوس نيكست تحت كده هتلاقيها ايه، جاي لك الجزء الثاني اللي هو فيه النظري، هتلاقي عنوان كده موجود بالبولد، خلاص هو ده اللي انت ايه هتبتدي تشتغل عليه، تمام؟ طيب الجزء بعد كده هوت اللي هو عندي الريفرنسز. وخلي بالك طبعا اي حاجه هتلاقيها طلعت قدامك زي ما قلت لك، صورها بالموبايل، صورها ليك انت، عشان لا قدر الله النت قطع، حصل اي حاجه وانت يعني ان كيس اي حاجه حصلت، عايز تحل المساله، مساله طويله، فانت مثلا انت فاتحها وعمال بتحل، الكهرباء قطعت وما كانش عندك بطاريه، او وات ايفر بقى، في ناس شغاله ديسكتوب من غير بطاريات، من غير اسمه اللي هو بيحفظ الكهرباء دوت. ف من الاخر يعني اتصرف اهو، بحيث يبقى معاك السؤال، عشان مش هيبقى الموضوع صعب جدا انك انت تعرف تعوض المواضيع. خلاص، طيب دي المراية، وما تنساش دي هتتبعت مع الامتحان بتاعك، هيتبعت لك طبعا لينك في كل طالب، كل امتحان ليه ميعاد انك انت ايه ترفع عليه هذا البحث.
فما تحاولش تقريبا اليوم يعني من 9 الصبح ماكسيمم الساعة 6 اليوم اللي بعده، تمام؟ اليوم اللي بعده بعد الايه اليوم الرفع دوت، عشان ندي فرصة، عشان مش هينفع طبعا احنا نخلي الجامعة كلها ترفع في نفس الوقت، السيرفر هيقع. خلاص، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله، وان شاء الله الموضوع ده يعدي علينا كلنا على خير باذنك يا رب. شكرا يا شباب، مع السلامة.